تفاصيل وفاة منصور الجمال زوج ليلى علوي بفيروس كورونا. أكدت مصادر مطلعة اليوم الاثنين أن رجل الأعمال منصور الجمال رئيس مجلس إدارة شركة نيو جيزة للتنمية العقارية قد توفي إثر تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية وبعد صراع مع المرض. ووفقا لما تناقلته الصحف ووسائل الإعلام فإن الحالة الصحية لمنصور الجمال تدهورت خلال الأيام الماضية بعد أن شعر بأعراض إنفلونزا، وعند إجراء الكشف الطبي والتحاليل المعملية ثبت إصابته بالتهاب رئوي حاد، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي نظرا لتعرضه لنزلة شعبية حادة. وكانت المفاجأة التي نشرها عدد من رواد مواقع التواصل بشأن وفاة رجل الأعمال منصور الجمال مؤكدين أنه توفي إثر إصابته بفيروس كورونا. فقد كتب الكاتب الصحفي محمد صلاح مدير مكتب صحيفة الحياة اللندنية في القاهرة في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: آسف، مضطر للإعلان عن وفاة صديقي العزيز والدبلوماسي الراقي ورجل الأعمال الوطني منصور الجمال متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وتابع محمد صلاح: اللهم تغمده برحمتك التي تجاوزت كل شيء وتجاوز عنه، وأبدله دارا خيرا من داره، واجعل الموت راحة له من كل شر، ويوم لقائك خير أيامه، واجعل مثواه الجنة يا رحمن يا رحيم. كما كتب الصحفي بجريدة اليوم السابع دندراوي الهواري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: وفاة رجل الأعمال منصور الجمال طليق الفنانة ليلى علوي إثر إصابته بفيروس كورونا، ربنا يرحمه ويرحم جميع موتانا. جدير بالذكر أن رجل الأعمال منصور الجمال تخرج في كلية الحقوق وعمل في بداية حياته دبلوماسيا في جامعة الدول العربية إلى أن وصل إلى منصب رئيس بعثة وتحول إلى عالم البيزنس، حيث يمتلك العديد من المشروعات في مصر والعديد من دول العالم. كان زوج الفنانة ليلى علوي قد أصيب بالفيروس القاتل، إلا أنه لا يزال في مرحلة الملاحظة ويتلقى العلاج. وقد تزوج منصور الجمال من ليلى علوي عام 2007 وانفصل بهدوء عام 2015.